هجرنا من سوريا بسنة 2013، لجأنا على لبنان بعد ما وصل القصف والضرب على منطقتي. طلعنا تحت القصف عم ندور على مكان آمن وفتنا على لبنان. لما وصلنا على لبنان كان في عدة مطبات عم نواجهها. المطبات الشخصية اللي كانت عم تواجهني إلي كدراسة، بعد أول شيء كنت عم دور عليه لما وصلت على لبنان، ما كانت عم أقدر أتسجل بمدرسة. لما تسجلت درست 4 سنين وما معترف فيهم. كان حلمي أنا أتخصص في جرافيك ديزاين. تسجلت بمعهد، درست سنتين وما قدرت كمل بسبب مشكلة عم واجهها، ما بس أنا، كل السوريين بلبنان اللي هي إقامة. فأنا لما تسكر يعني باب الدراسة بوجهي، صرت أنزل على السوق وصير دور على شغل حتى أمن مصروفي وعين أهلي كمان. بما أنه أنا هواية الرسم، عم حاول أرسم قد ما في لوحات وأشتغل على حالي. وهلأ يعني نحن الجيل يلي نشأ بالحرب وتهجر، بدك تقولي انه تدمر مستقبله، ضاعت احلامه طموحاته كله راح. فنحن لما طلعنا من سوريا كنا متأملين انه جايين على مستقبل افضل، بس للأسف انه طلع عكس الشيء اللي كنا نحن مفكرين فيه. يعني من جهة الطبابة، من جهة التعليم، من جهة الشغل، من جهة أوراق السفر، يعني بتحسيها مسكرة من جميع الجهات. يعني حتى اليوم بالبلد اللي نحن عايشين فيه، إذا بدك تدوري على شغل برواتب كتير قليلة وشروط كتير صعبة، يعني بس إنه الواحد بده يعيش.